بتكلم وما بعملش برزنتيشن الحمد لله، فكتبت ورقتين فهكمل منهم شويه. الاول يعني عايز اشكر النقابه والجمعيه المعماريين والشعب المعماري بصراحه على الدعم والتشجيع على مستوى سنين كثيره، لكن بالذات في الفتره اللي فاتت من خلال الترشيح للجائزه. كمان على مستوى الافراد احب اشكر المهندس توفيق رشيدي، المهندس مهدي سامي، المهندس سيف النجا، ونقابه ومجلس جمعيه المعماريين لدعم الترشيح للجائزه. قبل ما اخش في موضوع اللي انا عايز اتكلم فيه نقطتين ثلاثه بس. الجائزه بصراحه في الاول انا ما كنتش انترستد ان انا اقدم فيها. انا حسيت انه شغل كتير وهنجمع ورق كتير وكلام كده، بعدين بصيت لقيت مين اللي خدها قبل كده. فقلت لا نقدم فيها. احد اللي خدوها قبل كده مثلا يعني في 2014 جوزيف فيكولد، منظر معماري امريكاني ليه كتب كتير، اللي خدها بريلي كينيس فرانتون اللي كان مع مودرن اركتكشر وكتبه طبعا معروفه. فيعتبر الانجاز بحد ذاتها انجاز لمصر قبل ما يكون انجاز على مستوى فردي يعني. طبعا تشجيع لا زميل كل النجوم ينسحب. النقطه اللي عايز ابتدي بيها انه فكره الساعه لجائزه في حد ذاته مش مهم. يعني الواحد يعمل شغل عشان ياخد جائزه ده موضوع مش مهم. هي الجائزه هتيجي تلقائي لما يكون الشغل متميز وبيتعامل مع مشاكل محدده، لطريق معين في التفاعل مع قضايا معينه. لكن هي في الاخر موضوع ان الشخص ياخد جائزه، سواء جائزه معماريه او جائزه في مسابقه او جائزه زي جائزه جون تشومي، هي تقدير من المجتمع المهني لمجموعه من الجهود قد تكون رائده، وبيكون ساعتها الواحد بيشعر ان الشخص نفسه مش مهم في الموضوع، هو جاي منين هو اللي مهم في الموضوع. يعني لو نلاحظ هتلاقي يعني الاسم ودايما البلد مكتوبه جنب الاسم، فدي حاجه مهمه جدا يعني. فهي عمليه احتفال مش بالشخص نفسه بقدر ما هي احتفال وفخر للبلد والدوله اللي هو الواحد موجود فيها. طبعا نتيجه لان الجائزه دي في مجال التعليم المعماري والنقد، فانا هتكلم في نقطتين صغيرين عن التعليم المعماري والنقد، ارجو اني ما اكونش طوال. لكن في سنه 97 انا كتبت ارتكل في الاهرام في صفحه عمران، وكانت تحت اشراف المهندس صلاح حجاب، المعماري صلاح حجاب الله يمسيه بالخير، وهو اللي شجعني على ان انا انشرها. وهي كانت ناقده جدا وكانت بتتكلم جدوى في جدوى رؤوس العمران بين التنميه العمرانيه والدرجات العلميه. فانا احب الفت النظر لان فكره ان البحوث اللي بتتعمل لمجرد الزملاء والاساتذه يترقوا بيها والشباب ياخدوا بيها درجات علميه ملهاش معنى اذا ما كانتش بتساهم في حل مشكله. او المشكله طبعا احنا مش مسؤولين عن الدنيا، يعني مش هنحل مشاكل الدنيا كلها كمعماريين، لكن في نفس الوقت لازم يكون في حاجه في 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 مشكله واقعيه، في كونتريبيوشن، في مساهمه من اي حاجه بنعملها. افتكر برضو انه النهارده يعني تم يعني او رشحت لمجلس لتقييم البحوث العمرانيه في مجال البيلت انفايرمنت، عماره وتخطيط وبيئه مبنيه، جزء منها سيفل انجينير. تقييم البحوث على مستوى المملكه المتحده بيسموه ريسيرش اكسلنس فريم ورك. اللجنه دي بتبص على البحوث المقدمه من الجامعات، وعلى اساسها بتتحدد الفندنج اللي الجامعات بتاخده من الدوله.
ده بيحصل كل 5 سنين. فحاليا دلوقتي كل الجامعات بتعد نفسها لانها تقدم في ريسيرش اكسلنس فريم ورك، اللي هو في لجنه بتقيمه. اخترت فيها لسه من اسبوعين او ثلاثه كعضو يعني. فمن خلال اللجنه دي بتبص على الامباكت، ما تبصش، مش مهم الريسيرش في حد ذاته او مش مهم الكتابه في حد ذاتها لو ما كانش لها امباكت، تاثير، تأثير لصياغة سياسة، تأثير لتطوير فكرة تصميمية، تأثير لحل مشكلة عمرانية اجتماعية، تأثير بأي شكل، بس المهم يكون لها تأثير. طبعاً خلال دي حاجة للشباب العمريين والأعتقد معظمهم باحثين. يعني دي بس بقى اسمحوا لي ان انا اوجه نصيحه، لانه مهم جدا نخرج بره الاطار التقليدي الخاص بفكره الاصاله والمعاصره والمواضيع اللي تم استهلاكها بقى لنا 30 او 40 سنه بنتكلم فيها وما وصلناش لحاجه، ومفيش حاجه وهنبدا نتكلم فيها. بس على اساس ان هي دي المواضيع الرئيسيه، الناس النهارده اتحركت بيوند المواضيع دي باشكال مختلفه، سواء مواضيع الافراد مثلا، مواضيع السكن الميسر اللي احنا دلوقتي النهارده مثلا مش ما بنحلش فيه حاجات كتير، طبعا مواضيع العشوائيات ومواضيع المناطق التاريخيه وغيرها. ففكره اعاده استهلاك الافكار واعاده طرح مواضيع قتلت بحثا، بتهيألي المفروض نخرج بره منها بقدر الامكان، سواء في بحوث متعلقه بدرجات علميه او في بحوث طريقه الاستاذ او في بحوث مموله تطبيقيه. فيما يتعلق بالمساهمه للتعليم المعماري، اتذكر انه في لجنه ميثاق التعليم المعماري شكلت سنه 95 واختير بيها 5 أشخاص من الأعداد المعماريين، 5 أشخاص من اليونسكو، والعشرة كانوا 10 خبراء اشتغلوا مع بعض، سنة 95 و96. شرفت إن أنا أكون عضو في اللجنة دي لصياغة ميثاق التعليم المعماري اللي هو الشارتر والكونتكست إديوكيشن. الشارتر طبعا بعد كده حصل له فيرجنز مختلفة وحصل تقرير، لكن كان ليه تأثير على صياغة ونشر وعي كثير جوه مصر والدول العربية بشكل عام. كان ليه تأثير على تطوير بعض مناهج الدراسة المعمارية في بعض الجامعات الخاصة، مثلا في جامعة مصر الدولية اللي برضه شرفت إن أنا أصمم البرنامج بتاعها سنة 96. بصرف النظر البرنامج حصل فيه دلوقتي موضوع تاني، لكن كان في حاجات كتير واخده من الجايدنس او من الجايد لاينز بتاعت الشارتر. كذلك جامعه الازهر حصل تطوير المناهج والمقررات فيها اكثر من مره في ضوء ميثاق التعليم المعماري. الخلاصه يعني خلاصه النقطه اللي عايز اتكلم فيها، انه بحث من غير تمويل ما ينفعش، بحث من غير مساهمه في حل مشكلة أو تطوير ما ينفعش، بحث لأنه يتحط على الرف لمجرد حد يترقى بيه ما ينفعش، إذا ما كانش هيكون فيه contribution دامي، يعني مش الجدوى بتاعته وتعريف. اللي أنا بقوله مش معناه إن مفيش بحوث قوية بتحصل في مصر، لا، طبعاً يعني في قوة بحثية هائلة في مصر من خلال عدد الجامعات ومن خلال عدد الاساتذه والزملاء المتميزين، لكن في نفس الوقت الكم اللي طالع من مصر لا يتناسب مع اعداد الاكاديميين واعداد الجامعات الموجوده في مصر. وده طبعا بيس على احصائيات كثيره موجوده. تقريبا اخر نقطه اتكلم فيها انه التعليم العالي هيبقى محتاج تطوير بشكل مختلف. ما زال التعليم المعماري متقوقع في فكره هندرس ايه؟ مش هندرس ازاي؟
ما زال بيتكلم على فكرة الكوريكولم والمحتوى بتاع المنهج الدراسي، ما بيتكلمش في فكرة التدريس الزائد. وفكرة التدريس الزائد دي ومنهجية تدريسها ما بتطرقش في بحوث كتيرة، حتى لو بيحصل فيها كلام بيحصل فيها كلام بشكل يعني غير منظم او بجهد متناسب. فبالتالي عاوزين نتحرك من فكره بندرس ايه اللي بندرس ازاي. ومع بندرس ازاي كمان مهم جدا فكره تكامل التخصصات وفرق العمل، فكره المعمار اللي كان موجود في الثلاثينات والاربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات، اللي ما زال مصر على ان هو الليدر بتاع عمليه البناء، الحقيقه بتقول غير كده. المعماري اخر واحد مطلوب في عمليه البناء في اماكن كثيره جدا في الدنيا. اذا ما كانش هيشتغل ويقدر يشتغل مع فريق عمل كويس، سواء هو اللي بيقود فريق العمل او عضو فيه، في الاخر لازم يكون في كونتريبيوشن. واحنا منتقلين الى فكره فرق العمل. ازاي التعليم المعماري بقى يتعامل مع الموضوع ده؟ ده هيبقى تحدي. شكل التعليم المعماري ممكن يبقى ليه شكل ثاني خالص، طبيعه المشروعات ممكن يكون ليها شكل ثاني خالص. النهارده مشاريع التخرج في جامعات المملكه المتحده بتتعمل بشكل جماعي وتقيم بشكل جماعي. مشروع تخرج، رسائل الماجستير بتتعمل بشكل جماعي. ازاي نقدر نخرج بره الاطار الفردي بتاعنا؟ ده هيبقى تحدي، لانه تقييم المنتج مش سهل، يعني عمليه التقييم برضه ما تبقاش سهل. بس في نماذج للتخصصات، يعني في بعض الاجزاء المشروعات بتتعمل بيعملها مهندس لاندسكيب ومهندس معماري ومهندس مدني. المشروعات بتتعمل من خلال فريق عمل، مشاريع التخرج بتعملها طلاب من اقسام مختلفه. في حاجه اسمها يسموها دلوقتي بيشتغلوا فيها، يعني فكره جديده، في اي بي فيرتيكال انتجريتد بروجكتس. بروجكتس كمان ازاي طالب في سنه ثانيه يشتغل مع طالب في سنه خمسه ويطلعوا مشروع. احنا الحاجات دي لسه بعيد عنها شويه، او يعني ما بنشتغلش فيها. لكن عندنا شغل. يعني اتصور انه فكره بندرس ازاي هي اللي المفروض تكون المحور بتاعنا، لان خلاص بندرس ايه؟ اتعرفت خلاص. يعني معروفه الكومبوننتس المختلفه بتاع الهيومانيتيز والسوشيال ساينسز والانفيرمنتال سيستمز وازاي ان كل ده يصب في الديزاين. بنتكلم فيها بقى لنا 40 50 سنه، ولحد دلوقتي مش عارفين نحقق انتجريشن ما بين العلوم المختلفه وازاي بتفيد تصميمات المشروعات في الاستوديو او في العمليه التعليميه. بس انا بشكر تاني الزملاء والنقابه والجمعيه والشعب المعماريه على المجهود اللي عملوه، على بصراحه الصوره البراقه اللي كانت موجوده في الاتحاد المعماري في الاول. مين بس كده عليا عايزين نعرف؟ لا انا عايز اعرف واحد من الجيزه. اوكي اهلا وسهلا. شوف مش اوكي تمام. بس موجود في الاعمار. تمام. الجائزة من سنة 63 باسم جون تشومي. جون تشومي واز مودرنست، كان معماري من عصر الحداثة، ليه مباني كثيرة مهمة. هو سويسري فرنساوي وكان أحد رؤساء الاتحاد المعماريين. وبعدين اتعمل الجائزة باسمه، وطبعا ليه ابن اسمه برنارد تشومي، معماري مشهور في نيويورك. الجائزة أخذها ناس مختلفة عبر السنين، يعني كل ثلاث سنين الجائزة في مجال التعليم المعماري والنقد. النقد المعماري. يعني تنظير، يعني تحليل المشروعات ومحاولة صياغة
أطر لفهم المشروعات وفهم البيئة العمرانية بشكل عام. فالجائزة اتخذت عن مجموعة الأعمال اللي بيوري دور المعماري في التنمية العمرانية وتطوير المدينة. صح. في التنمية العمرانية وتطوير المدينة، يعني زي ما كتبت في الشهادة اللي